عودة لكم من جديد، وممكن زي ما شاهدنا الآن دينا نحن وده سودان مختلفين متنوعين في ألوان بشرتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفي أنغامنا وموسيقتنا ورياضاتنا وكين بكل وأدياننا كمان، لكن بكل ده إحنا جميلين ومتعاونين ومسالمين وبنشكل كتلة واحدة. والأجمل أنه في السنين الأخيرة ممكن الثورة السودانية كان عندها جانب مشرق جدا، أنه إحنا عرفنا قدر كيف إحنا بنحب بعض ومنسجمين مع بعض، ومهما حصل باختلاف الحكومات دي ما قضيتنا، قضيتنا إن إحنا أخوان وقادرين أن إحنا البلد دي نحبها ونطورها. وشاهدنا ده برجوع الكثير من المغتربين خارج البلاد أثناء فترة الثورة المجيدة. إحنا سعيدين جدا أنكم متواصلين في هذا الجانب ما بين حب الوطن اللي أنا بتحدث عنه اللي بيغير المشاعر بسوقك لحتة تانية. الكلمة الجميلة أيضا هي قادرة على تغيير المشاعر، تسوقك زي ما بقولوا سما خاصة بك تطير فيها وتفرد جناحات النغم وجناحات الإحساس الوجداني الكبير. محمد، الشعر نقطة بتقيف عندها بتفصل عن الحاجة اللي قبلها كلها، واحدة من الفقرات المهمة جدا عندنا في حضرة المساء يوم الجمعة أنه لازم يكون عندنا شعر، وبنسعد بشكل كبير جدا لما يكون موهبة شابة قادرة على العطاء وتقدم بكل تأكيد عمل كبير جدا. بنسعد إنه نكون أول من يلقي الضوء عليه في برنامج في حضرة المساء. ما بين الرومانسية، ما بين الكلمة العاطفية، ما بين حب الوطن، ما بين القضايا المجتمعية، بكل تأكيد شاعرة شابة صغيرة في السن والجميع يتنبأ لها بكل تأكيد بمستقبل كبير. فرقان جابر، مرحبا بك، سعيدين جدا بوجودك معنا في قناة الهلال ومشرفانا ومنورانا اليوم. أنا الأسعد وشكرا على المقدمة الجميلة دي، وأول حاجة إن شاء الله أكون خفيفة عليكم وخفيفة على المشاهدين اللي بيشاهدوكم. طيب عايزين نبدأ معك مباشرة نتعرف على فرقان الشاعر من خلال نصوصه. محمد وما ما تقدر تستنى في الشعر، لا لازم ما في انتظار من قبل وريتها جدا جدا ما لكن نبدأ بالحب الكبير، نبدأ بالوطن، نبدأ بالسودان. كتبت شنو بالسودان؟ جدا هسمعكم. كتبت أول حاجة عن الثورة. نعم. فبقول ينادينا ينادينا نداء الحق، نداء الحق يضاهينا، نداء الحق سيدنا ينادينا، صوت محمود والعود الحزين على وردي تنادينا، ميادين المولد والصح البدري. أنا الزين الموشح دم، وأنا القرار بحرب الظلم، وأنا السودان بقوم هسي. هتافات هتافات صداها الصادق الموثوق على صوت السم الأزلي، ويا باكن على الفكاهة، ويا ناقض الزوق الرفيع، يا من خطفت أجنحة الشباب وزهر الندي. سلام سلام لكل دبورة، ألف مليون والف غامة، ده المخدر يا سواعدك بلادي، وأصو ما طالبين استغامة. الله الله لا جاب انغسامة، الله لا جاب انغسامة، وده المنعنش في دواخلنا العمر لو صدقت في ملامحنا الملامة. روحك روحك للوطن أصمت أخرة، روحك روحك للوطن أصمت أخرة، أرادوا المنية أم تربصوا بهم ريب المنون، لكل مسارات الفرحة لكل مسارات الفرحة من عمق القصيدة، خططنا بعزم المواجع، صوت الشوارع صوت الشوارع علي يخون، صوت الشوارع صوت الشوارع علي يخون. يا سلام. جميل جدا يعني فرقان، حقيقة أن الوطن يستحق دائما أن نكون معه قلبا وقالبا، ولكن ممكن يعني بيقول لك الشاعر بتعرفه بقلمه، لكن فرقان من البداية بتمزج ما بين العامية وما بين الفصحى وتدخلهم بشكل يعني سلس جدا. ممكن دي عايزة كثير من التولز وكثير من المهارات عشان أزرس المرحلة دي ما بين العامية والفصحى، بنجد فرقان وين؟ صح، أول حاجة إنه زي ما ذكرت إنتي قبل شوية، السودان فيه لغات متعددة، وإحنا عشان نوصل صوتنا للعالم برا لازم نوصل العامية حقتنا أول، وبالتالي نوصل لغتهم الفصحى أو لغة الوطن العربي عموما. فالزول لازم يتنقل او ما يجري في 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 مسار واحد او في مجرى واحد. الشاعر لازم يتعرف بكل كل اتجاهات، لازم يخدم كل القضايا المسكوت عنها، لازم يتكلم بكل لغه هي مسكوت عنها، عربيه كانت او دارجيه، لغه مفهومه للجميع. ايوه لغه مفهومه للجميع. فالعاميه السودانيه لازم تصل للعالم، في نفس الوقت لازم تترجم لهم باللغه حقتهم، لغه اللغه الفصحى. صحيح. طيب سمعنا نص فصيح لازم نسمع، او سمعنا نص وطني لازم نسمع نص الان. هتختار لنا عاطفي ولا هتختار لنا تجربه مجتمعيه ولا هتختار لنا شيء؟ هختار عاطفي على حسب سني وده المسيطر على قلمي حاليا. كويس. طيب تمام.
فبقول دي رسالة طبعا لكل المغتربين، وربنا يجيبهم سالمين غانمين يا رب العالمين للبلد. أقول شال كل فتاة الفرح الجواي، شال ريحة الطين وحرف النون ولحن الناي، ومن ضر الحيشان وضل النيم وتعال بيجاي. أريتو كل حيل المطارات انقصى، وريتو كل مسافة تمشي مهاجرة تجي راجعة جاية. رسمتك في خريطة العروب، تغيب انت وتجيني الريدة ساعي سعايا. يوم سبنا الصدفة ومسكنا ايدينا الريح، خوفا تمشي صورة العين النسايا. رسلت ليك كل العمر شنط وتمر، دكاكين المزاد ومن كل الناس الحكاية. لكن والشوق بتكن والروح بتحن، والشارع من بعدك ما بسمع إلا الصن. وهب عاطفتك كلام وبره، لو قلت صارم أكون كالضبطة، انت يهابك سايلة وعاينه من برا. لو غمسوا في جواك براك بتحب، ما انت براك فاتح دلف الروح مسرة. عمود كهربتك وسلاك البيت قطعوك تاني، ولما جيت الكهرباء جات، يا هداك نورك العاكس فينا ظلام الهجرة. عصب إيديك لسه موجود، صوت التكبير لون الواطة شايل الغبرة. فوران الكافيتيريا البدري وصوت الراديو ورماد القانون، وكل هذا الموضوع تحت الشجرة. أنا ناشلاك من هموم الدنيا والقرف الحاصل، ناشلاك من مسافات مقطوعة وعشم مخزول من كل مطر الدنيا الوابل. زيداك في الهيد وغرام في الريد وكعك العيد، وكل هم سايقك بعيد ولسه مواصل. قليل بن وبيت كسارة بالفطرة، وهي نفس البيت شايلة سمار مكبكبة في كل الفروض بإنك حكم الدنيا العادل. يا سلام عليك. تسلم. والله أنا يعني ما كأني بسمع في قصيدة، كأن أنا بشاهد لي في فيلم. قدرت إنه تخلي الذكريات تكون موجودة. يعني فرقان النص الشعري بتولد عندك كيف؟ هل في طقوس معينة؟ هل هو سلس متعثر بتبدي تكتبي وترجعي تاني، ولا كله بيجي مع بعض مرة واحدة؟ أول حاجة الشعر بنقسم لحاجتين، حاجة بالفطرة وحاجة بالأدوات والمهارات. أول حاجة إذا كان أنت عندك الفطرة لازم تدعمها بالأدوات والمهارات. فأول حاجة الفطرة دي طبعا خلقة ربانية وما أي زول بداله ونعمة بالله. أنا دعمت شعري بالمهارات والأدوات وكذا، فاستخدام العامية الكثيرة واللهجة السودانية وقعداتنا وطقوس الجبنة والحيشان وريحة الرمل والحاجات دي لازم تمس قلب أي زول سوداني، فأنا دخلتها ووصلت الحمد لله. جميل، هي بالتأكيد وصلت، لأنه الكلمات دائما تنبع من القلب بتدخل القلب على طول. فرقان، يعني الساحة الشعرية امتلأت بكثير من الشباب الآونة الأخيرة، ولكن بنجد أنه البعض وضع بصمات خاصة، بالإضافة لأنه نسمع قلم الأنثى أصدق من الرجل. في رأيك لما تسمعي لزملاء أو زميلات في مجال الشعر، هل بتحسي فعلا أنه المرأة هي ممكن تكون إحساسها أوضح وأصدق؟ طبعا إحساس المرأة أصلا مخلوقة عاطفية، فلازم الإحساس يكون قوي. والله ما في فرق بين إحساس المرأة والرجل، فالشعر هو إحساس في النهاية، يعني بدور وبلف حول الإحساس ده. فأنت حاجة بتحسها، أو ممكن الشعر ده يحميك الغمتة زي ما بقول. تصحى من النوم الكلام يجيك، لو نمت تاني حتنساو، فلازم أنت تكتب الكلام الأجاب بالوقت ده، فهو إحساس في النهاية. فما بفاضل بين قضية الرجل والمرأة، هو الأصدق منه. الإحساس في النهاية هو اللي بيحكم. أيوة. الموضوع. أنا حنواصل في الإحساس وحنواصل في القصائد الجميلة والرائعة اللي بتقدمها لنا الشاعر الشاب فرقان جابر. بس بعد الفاصل تواصل معكم بكل تأكيد مشاهدين ومتابعين في كل مكان، ولسه في رحلة المتعة بهذه الكلمات الجميلة والنصوص الرائعة من الشاعر الشاب فرقان جابر. فرقان، لكن دارين نعرف البداية كانت كيف، يعني كيف اكتشفت في فرقان في نفسها موهبة الشعر؟ أول حاجة البدايات، أنا كنت مشاركة في الدورة المدرسية كمقدمة بتاعت برامج أو مذيعة للبرامج. فيوم حصل ظرف إنه بتقدم البرنامج احتزلت أو ما جات، فالأستاذة قامت قالت لي تكتبي وتطلع طالع في المسرح. كتبت وطلعت في المسرح، سمحت إنه الناس بصفقوا لما جيت نازلة. قامت قالت لي يا أخي واصلي موهبتك دي ممتازة. من الوقت ذاك فواصلته، كانت يعني السر اللي اكتشفته الأستاذة. بحية من هنا، تحية كبيرة لها. أيوة. البداية، طيب بداية كتابة القصيدة كانت كيف؟ يعني
وبالتالي بقيت تعرض قصائدك على منو من الناس اللي أشارت بيك والناس قالت لك لواصلي الكلام ده كويس في مشروع شعر موجود. أول حاجة أمي وأبوي هم كانوا الدعم الكبير أو الأول لي، وطبعا الوالد برضو محب للشعر يعني وبكتب برضو، وجدي كذلك يعني أبا عن جد. يا سلام. أمي كانت دعمة، لكن أبوي كان دار يشوف تطور، دار يشوف كلمات نابغة، دار يشوف كلمات كبيرة، فشوية بنختلف في حكاية إنه دار يشوفني وما دار يشوفني، ما قاعد أوريه القصائد كلها، لكن أمي يعني ما شاء الله قاعد أوريه أي شيء، ومن هنا بحييها تحية كبيرة لها. أيوة للوالدة. يعني إحنا حابين نلفت النظر المشاهد إنه الليدي الجميلة الواثقة في نفسها اللي بتكتب شعر دي عمرها 17 سنة فقط، فهي قدرت تصنع لنفسها مجال وكارير تحبه، بما أنه إحنا يعني الكلمات بتاعت فرقان ساقتنا وفرقت ما بين الزمن وبين أنه زمن الحلقة ماشي، فإحنا عايز نسمع تاني. طيب أنا كتبت لفاجعة السيول والأمطار أو الكارثة الطبيعية، غدر الله ما شاء فعل يعني، وكتبتها في فيضانات 2020، والآن برضو في فيضانات، فبرضو بقدمها في فيضانات دي يعني. نعم. بقول يا أمي يا أمي لو حتى الجرح ما بتجبر يغينا نكمله، لو حتى الليل بقى ما صبح حنستره، لو السما شالت سحابه وفضته تلقينا في أول دغش شالين ترابنا نترسه، لو منا لغير رب السما تيهم برانا بنسأله، ينهي العذاب الفينا دو بنصرنا نجمله، تلقاها ديك عز الشمس مادة إيديها وتنقذه، ما هو العلاج لو فينا زرة تنقطه، ماشين خلاص على حسب الهوى وناسين خلاص عجز السنين وإحنا بين نهايته وآخرته، والله يا ظهر السنة أسفين ونندم على الحصل، هو غدر ربنا وريدتنا ديك هبوبنا بتنقله، يا الله يا قادر كريم سهل أمورنا ويسرة والفينا من باقي القدر، نسقيه يبقى ساطير في دنيته، سوداننا بأجمل صور، والله نبنيه نحن بين نهايته وصرفته، والله نبنيه نحن بين نهايته وصرفته. يا سلام عليك يا فرقان. طيب فرقان، يعني ساعي تكتب قصائد تغنى، الجانب الرومانسي ده برضو موجود عندك، على اعتبار انه مرات بيسهل حتى وصول الشاعر للمتلقين، وبيخلي حتى بقية القصائد الثانية الناس بتبدأ تفتش بعد كده الشاعر ده كاتب شنو تاني. أيوة في قصائد كثيرة بتتغنى، وده طبعا على حسب ذوق الفنان. نعم. هو عاوز شعر يعني فنان زي ما يقولوا دارس للجمهور، فبشوف الكلمات بغى من قلب الشاعر هو داير شنو، أول حاجة داير يتكلم عنها شنو، طبعا العاطفة ده بيصل أول حاجة من غير جدال يعني. في شعر كثير بتغنى ومفكرة يعني أدي. نعم. أيوة. أدينا حاجة كده أنت حاسة إنه دي ممكن تتلحن وتتغنى. طيب أول حاجة مساء الخير، ودي قصيدة كتبت الصباح يعني، وتتكلم عن الصباح، فمعليش يعني على على صباح الخير بالليل، ما مشكلة. صباح الخير بالليل. أيوة. بقول ريحة الصباح رقعد عشم نزل بيها جبال الهم، أحفظ ملامح الباردة بيد الله القمر الباقي لمم، سعيتك في دعاء الأذان وبين ياسين تكون أرحم، بين التشهد والسلام تكون المنية بين حبات السبح، صوت الرطم وصوت القش وتراب الكش وطق نقع عزير أشوف قمم، ملامح أمي وبخار الشاي وبنبر مكسور قايمة في المعادة بالنبض المنتظم، ساج الزلابية سيد اللبن نبح الكلاب والفرح التهم، همس آيات الذكر ويغين مضمون من الصدم، شتول خضرة وزهر وردي، شوارع غامرة بالحنية خالية من الزم، يوم اثنين كانت بدايتنا وطرف الناعس المكحول وصبوح وشه يا سمح الشيم، نادر شبيه والله ماف، والله تحدي لو يتوجد وريني بس بوين وسعر وكم، صدق إحساسك زادك نكهة وحلاوة الطعم، لو ليل المكاره طلة والله جد بندم، جرير الخيط ضق الطار حول التلعيد، ريحة اللحمة وسيلان الدم، وأحلامنا الشريفة ونخلق وجود من العدم، شاي المغرب وبخور نعمات وبسمة جهال في زحمة من النعم، ونحمد الله. عندك مفردات الواحد بحسها أكبر من سنك، ما أعرف جبتها من وين المفردات دي يعني.
وقدرتك ذاته على استخدامها. يعني واحد ممكن تكون شايفها صعبة تكون في بيت في قصيدة، يعني قادر تعمل الحاجة دي كيف ومن وين جبت المفردات؟ يعني أول 17 حاجة سنة ما شاء الله تبارك الله يعني. أيوة. أول حاجة اللهم لك الحمد، وزي ما قلت لك قبل الفطرة والأدوات دي من أساسيات الشعر أو من أدوات الشعر. أول حاجة بحيي حبوباتي كلهم من هنا. لا عرفنا السر خلاص. أيوة. دي تربية حبوبات يعني. أيوة. تربية حبوبات خاصة نغية، فبحييهم من هنا تحية كبيرة لهم والله. تحية وربنا يرحم الرحل وعن دنيانا يا رب العالمين. ألف رحمة ونور على ولدي. ما هو ماسكة شكلك ورقة وقلم كده ورقم تسجلي وتسألي المعنى الكلمة دي معناها شنو؟ لا والله طبعا ده من أرشيف الذاكرة يعني. زمان ونساتي بحب الشلوخ بشديد، لازم المحل لو ما فيه شلوخ أنا مثلا ما بقعد، من صغيرة أو أنا شابعة لازم أتونس معاه، لازم تحجيني حبوبة، متعلقة بحبوباتي شديد يعني. فدي السر. والحكاوي السودانية زمان فيها الألفاظ دي، يا ولدي تعال تعال نتلم كده، وبسمة الجهال، النوم النوم نوم الجهال، يعني الألفاظ دي ساكنة وجداننا يعني. مهما صحيح. نختلف أو مهما نمشي أو مهما نغادر البلاد هي قاعدة جوانا، ودي صفاتنا ودي عاداتنا يعني. صحيح بالتأكيد فرقان. يعني ممكن التأثر بالمحيط هو بيأثر على الشاعر وبيخليه ظاهر في كتاباته، لكن أيضا كل شاعر تولد عنده شعره المفضل وعنده كتب بيقرأ ليه، وعندهم شعراء بيكون أحيانا بعد كل كتاب يخلص الشاعر محدد مفضل عنده، بحيث أن أسلوب كتابته بقت كأنها مايلة على نفس الشعر اللي هو معجب به. الشعراء أنت معجب بهم داخليا وخارجيا، وهل أحيانا بتحسي أنه بعد كل ديوان شعر بتقري وكتابتك بتتأثر في شكل الكتابة اللي القارئ له؟ أول حاجة أنا متأثرة جدا بالكتاب الثوريين عربيا سودانيا يعني. العربيا نزار قباني يتكلم عن السياسة كثير، الشاعر أحمد مطر، دي المتأثرة بهم كثير شديد. ففي المجال بتاع اللغة الفصحى بشوف روحي أنا مايلة للمجرى بتاعهم شديد، لأنه بيجسوا النبض بتاع الشعب بتاعهم، بيجسوا النبض بتاع أي قضية مسكود عنها أو أي غهر هون يتعرضوا له من استعمار، من أي نوع من أنواع استبداد، أيوة استبداد الخارجي يعني. فكنت متأثرة بهم شديد. أما هنا من الشعراء السودانيين عليه رحمة الله، ومن هنا بحيي أسرته وبحيي أشعاره الساكنة جوا لسه، أستاذ محمد طه القدال ربنا يعني يرحمه ويتقبله. فديل الأستاذ برضو أسهر محمد علي، ديل برضو سوريين شديد. صحيح. تحية كبيرة. أيوة. للأستاذ أسهر محمد علي الصديق العزيز، يعني لو بتابعنا وجلو تحية كبيرة بكل. أيوة. فبرضو بميل للناس اللي بميلوا الشعراء، بيميلوا للناس كتير يعني، بتكلموا عن قضاياهم، بتكلموا عن الحاجة الحاسينة هم جواهم. أول زون ما بيقدر الشعر ده أصلا لسان حال الناس، ده الحاجة اللي بتوصل عندك مثلا رسالة للمسؤول. نعم. وما ده تقول إنه هم أو كذا، الشعر ممكن أوصلها لك عادي من غير إحراج، من غير كذا، ومن غير حاجة مقصودة يعني. فبشوف إنه لازم الشاعر يكون مايل أو بحس الناس الحوالينه يعني. صحيح بالتأكيد، هو لازم الشاعر يكون هو جزء من مجتمعه بالتأكيد، بيقدر يعبر عن كل اللي بيدور حوله. ممكن يعني فرقان إحنا في السودان بنمتلك أضرب مختلفة من الشعر والكتابة، ممكن عندنا نوع من الكتابات الشعرية اللي هي المرابيع والدوبات، وهي من أصعب الكتابات بالتأكيد، ما في زول أو قليل أو نادر تلقي زول ما بحبها أو ما بيملها. فرقان بتسمع لها أو حاولت حتى تدوين مرابيع أو دوبات؟ طبعا من هنا حب كبير وتحية كبيرة للبطانة ولسهول نهر النيل وسهول الفادنية وسهول البطاحين. ديل أنا أول حاجة بديت بهم كنت بسمعهم في الإذاعة، في إذاعة جامعة الخرطوم، بحبهم شديد، اسمها إرث البوادي. من هنا بحس إنه هن إحساسه صادق شديد يعني. المرابيع دي أول حاجة كلمة سهلة، كلمات إحنا نتداولة يوميا، ما حاجة صعبة أو حاجة معقدة، وأي زول بيفهمها يعني، أي زول سوداني بيفهم الكلمات بتاعت المرابيع دي. والله للأسف أنا ما قدرت أكتب، وبهنا بحيي الشعراء بتاعين الدوبات كلهم، الرحلوا عن دنيانا رب ينحمون، والموجودين هسي أحمد والدلمين عكرمة والدالفضل وكلهم يعني، بوجه لهم التحية يعني. صحيح. نعم بالتأكيد. طيب فرقان، يعني طموحك الأكاديمي، رسم مستقبلك كيف يعني؟
اهتماماتك الثانية غير الشعر، هواياتك الثانية شو؟ أول حاجة أنا امتحنت السنة دي وهسه منتظر أن أجي ودعواتكم معانا يعني إن شاء الله بالتوفيق يا رب. أيوة امتحنت علمي هندسية، فمجال الشعر ده ما مأثر والله في الأكاديميات ومديه ومساحته ومدي الأكاديميات مساحته وأي حاجة لها زمنه وأي حاجة لها وكده، فهسي بعد انتهيت اتفرغت تماما لموضوع الشعر. أما بالنسبة لهوايات الثانية بحب الرسم، بحب السباحة، ركوب الخيل، للحاجات اللي حركز عليها يعني نعم. فيما بعد إن شاء الله. طيب عايزين حاجة فصحى جدا، أول حاجة ربنا ينصر كل مضطهدي الإسلام في كل العالم. آمين. دي حاجة كتبتها للقدس، الفاجعة اللي حصلت في عيد الفطر المبارك، فما في مسلم من جوا بتقبلها. صحيح. فبقول القدس يا صديقي أئمة الرسل، القدس يا صديقي حرة ولم تزل، القدس على باب الريان تطل، القدس عظيم وبالتكبير يهل، القدس موجوع يا هذا، القدس مريد للإسلام ويقول الصهيون لماذا، القدس منار التاريخ وهي للروح لزاما، القدس عاصمة فلسطين وإن يخل العالم هباء، القدس منها التين والزيتون، القدس إليها الدعوات وهمسات المأزون، القدس يقين ولئن امتلأ الشك في قلب مسجون، القدس إليها الحرية، القدس رحيق الزهرة الوردية، القدس دم بالنصر وبعون الله سيصفو وستبقى القصة الأبدية، قصة موسى والأنبياء ومحمد رسول الأمة المليونية، القدس رفيق للأوجاع وبها هدم الدين قضية، القدس يتولاها رب الكون وإليها الأرض المهدية، وطفل رضيع ومخ عليل وأم تلغف أجنحة الظلام لتغوم زخائر ألفية، كتب عليها الإسلام أرضا والصهيون تسود وفلسطين على ذات البلد المنسية، وهذه كل ألسنتي جمحتها بغضب تشكي لحالها رطنا، بأرضها جرح عن فلسطين بإذن الله مرضية. يا سلام عليك. يا سلام عليك يا فرقان، سعدني جدا والله بوجودك معانا اليوم وبهذه الموهبة الشعرية الجميلة. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نسمع اسمك دائما في العلالك واحدة من أبرز الشاعرات الشابات في السودان. شرفتنا ونورتنا اليوم في قناة الهلال. تسلم يا رب، وأنا شكرا على استضافتي جدا، وقناة الهلال فيها صفاتنا وشايلة ودادنا، وبشكركم على الإطلالة الجميلة دي، ويقام طبعا فرشت الشاشة يعني، وإن شاء الله في تقدم مزيد من الازدهار، ونتلاقى في مساحات أرحب بإذن الله. قناة الهلال دي كده يعني هذه قصيدة كاملة ولا بس كلمتين؟ لا دي كلمتين يعني، نديكم بقى نحليكم دي تحليل عشان هي أيوة. حتجيب لنا واحدة إن شاء الله. أيوة إن شاء الله. خلاص منتظرين قصيدة لقناتنا إن شاء الله. إن شاء الله. فرقان جابر شرفتينا ونورتينا. بشرفك يا رب، تسلم، يديك العافية. طيب وصلنا محطة الختام وئام. رحلتنا اليوم كانت سريعة جدا، ولكن إن شاء الله أتمنى أن نكون استمتعتوا بها، وكنتوا يعني قدرنا نكون دائما عند حسن ظن مشاهدي قناة الهلال، اللي بنحاول دائما نقدم لهم مادة متميزة تليق بتعلقهم الكبير حول شاشة قناة الهلال الفضائية. نعم بالتأكيد يا محمد، وخاصة إحنا في نهاية حلقتنا الليلة الأول من أكتوبر، وحابة أذكر بأنه ابتدى أكتوبر الوردي رجاء في كل بيت سوداني، في كل أم، في كل أخت، أمشي أفحصي اطمني عشان تكوني بصحة وسلامة، لأنك أنت غالية وعزيزة علينا وأنت روح البيت. إن شاء الله يا رب أنتوا دايما بخير ودايما بصحة وسلامة حد ما نلاقيكم. نعم. اللقاء الجاي أقعد عافية ولهموني. لاموني الناس لاموني عشان حبيت أنا قالوا لي يا الحب ده ايه،
حبيت انا لا